خير ومساء النور على كل مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، قناة يوميتي مع أمي في البرية. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. قبل ما نبداو فيديو تاع نهار اليوم، متنساوش الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، ومتنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، ودعموني باللايك لأنه اللايك يعني لي الكثير، ومتنساوش أنكم تحطوا لي التعليقات باش الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس،
وما تنسونيش بالبارطاج. اليوم عندنا فطور رمضاني الحمد لله يا ربي، 15 يوم الاولى من شهر رمضان جزت بالخف الحمد لله يا ربي، ربي قدرنا وتقبل الله صيامنا وصيامكم، وهيا نبدا على بركه الله. مساء الخير ومساء النور، وهانتم معايا كما راكم تشوفوا هنايا راح نحضر معاكم تحليه السعاده. هذه التحليه اكيد راح تحبوها، نروحوا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. المقادير هي كما راكم تشوفوا نص لتر تاع حليب، زوج بيض تاع ياورت شوكولا، سبع مغارف تاع سكر، ثلاث مغارف تاع نشا، وقهوه سريعه الذوبان. نجيبو كسرونه كيما هذه ونجيبو مغرفه باش نقيسو بها، نديرو خمس ملاعق سكر كبار، ثلاثة أربعة خمسة، ونزيد واحدة من عندي باسكو لو كان ما تكثروش السكر غادي تجيكم هذه التحلية مرة. انتوما ديروا السكر حسب الرغبة تاعكم، خاطش تعرفوا انه قهوة سريعة الذوبان تجي مرة. ونديروا ثلاث ملاعق نشا، وخص ملاعق قهوة، عفوا والله مش فيد خمس ملاعق قهوة، لا ثلاث ملاعق قهوة، قريب لا غلطكم، ثلاث ملاعق قهوة. نزيدو الحشوية، قريب غلطكم عفوا، الحمد لله اني تذكرت في اخر لحظة. نخلطو هاد المكونات الجافة، الله غالب حال رمضان، ونضيفو عليهم هذاك النص لتر تاع حليب ونخلطو، نروحو نحطوهم على النار وتبقاو تخلطو كي تكون على النار، باسكو هذاك النشا كاع غادي يهبط لكم ويقعد لتحت. والمهم تحطوه على نار سواء كانت هادية ولا قوية، من المستحسن انها تكون هادية، ولكن انا هنا نار حتى بقدرش اني نتحكم فيها حتى يعني يثقل لكم بهذا يعني تولي كثيف، ومن بعد تيك تروحوا تفرغوها في ليفيرين هكذا. بعد ما تنحوها من النار وهي سخونة تقدروا تضيفوا لها ست قطع من الشوكولا السوداء، ولا تضيفوا لها هكذا علبة ياورت تاع شوكولا، والمستحسن الياورت احسن لانه يعطي مذاق رائع. المهم بنتها رائعة. المهم كما راكم تشوفون هاد الكاس شوية عمرتو بزاف، تعمروهم هكذا تخلو شوية هكذا ولا تخلو شوية أكثر باسكو كاين طبقة ثانية. وأيضا نسيت نقول لكم أنكم راكم شفتوا هنايا نوريكم طبقة أولى درت البسكوي، طبقة ثانية درت هذيك تحلية تاع الشوكولا، الفوق ثاني كاين واحد لاموس ثاني غادي نديرها بالشوكولا كيما لاموس هذيك اللي نديروها فوق الكابوتشينو، وكي نحضرها معاكم غادي نوري لكم. المهم كما راكم تشوفوا هنايا درت التحليه خلص من هذوك، راح نبدا نحضر حشوه تاع البوراك ونخليها دكوتي، ومن بعد راح نحضر طاجين تاع الشيفلور، ومن بعد هذيك باش ندير الشوربه هذه الخطره خليتها هي الاخرى. والبوراكنا تاع اليوم راح يكون صحي، راح نديرو بالسبانخ والبطاطا والفرماج. دوكا واش نروحو نغسلو خضروات.
وهنا يا كما راكم تشوفوني رحت باش نغسل الخضره تاعي، هذاك السلق البطاطا يعني قاعد بالتحضير، نحضر السلطه نغسلهم مليح مليح ونروحوا نكملوا التحضيرات. نقولكم رمضان مبارك، ما تنسونيش في اللايك، نذكركم مره واحده اخرى وهانتوما معايا. المهم كما راكم تشوفوا هنايا درت السلق مع البصل والمعدنوس ولي زيبيس والملح والزيت، دوك نخليهم يتقلاو ومن بعد نضيف لهم بواطه تاع الطو ونضيف لهم شويه بطاطا والفروماج ونديروا بهم بوراك صحي. كما راكم تشوفوا دوك نجيو نحضروا جواز تاع شيفلور، نسحقوا شيفلور بطاطا وزروديه، بيان سور راح نسحقوا حبه بصل ولي زيبيس والزيت. دوك اول حاجه نروح نقشر البطاطا وزروديه ونرجع لكم. المهم دوكا نكملوا التحليه تاعنا، نروحوا نوجدوا لها هذيك لاموس واش نسحقوا فيها، زوج مخارف تاع قهوه سريعه الذوبان، وراح نحتاجوا 3 مغارف سكر، وراح نحتاجوا ملعقتين الماء. هاد الخليط اللي راكم تشوفوا فيه نضربوه مليح بالباتور حتى يولي على شكل كريمه كيما كريم شونتيي، ونزينو به من الفوق كيما راح تشوفوا في الفيديو. المهم هذه هي لاموس اللي راح تحصلوا عليها كيما راكم تشوفوا، تضربوها بالباتور مليح. دوكا نروح انا نزين ونوري لكم الشكل النهائي تاع التحليه تاعنا كيفاش جا. المهم هذه هي التحليه تاعنا كيما راكم تشوفوا، راهي بتجمد. نزيدوا لها هذه لاموس من فوق، هكذا بهذا الشكل. والتزيين من الفوق ديروا لها واش حبيتوا. شوفوا كيفاش جات، دوك انا نكمل كاع الكيسان ونولي لكم. وكما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي تاع ليفيرين تاعنا، ان شاء الله يا ربي يكونوا عجبوكم. وهذه هي، ونروحوا نكملوا بقيه التحضيرات. ودوكا كما راكم تشوفوا الشوربه خلاص طابت، وهذاك الطاجين راح يطيب، درت له على نار مهيله كما راكم تشوفوا لهيك، شوفوا النار درتها بزاف هاديه. وهنايا دوكا نروحوا نحضروا السلطه، ومن بعد هيك نروحوا نبداو في تحضير البوراك. المهم كما راكم تشوفوا الشوربه وجدت، والطاجين هذايا راه في اللمسات الاخيره، يعني دوك اللي حطيت الشيفلور والشيفلور ما يطولش ويطيب. نغلقوا عليه. سلطه تاني شوفوا وجدت، درت دوبلا هدايا وهذا. وهذه التحليه كنت وريتها لكم، دوكا كيما راكم تشوفوا نروح نوجد الطابله ونشوف واش خص واش كاين واش ما كانش، ونتلاقاو في بقيه الفيديو. الى دوك انت ولا انت اللي راك تفرج مازال ما درتوش جام، ديروا جام وما تنسونيش بالبارطاج والتعليق، يهمني بالبزاف.
المهم هنا كما راكم تشوفوا كان قريب يأذن وراني نحضر في البورك، درتو بسلق يعني ما درتلوش البطاطا صراحة، حبيته هكذاك بصح جاني مالح، ما على باليش هاد الخطرة كسرت الملح ما على باليش علاه، مع زاد درتلو هذاك الفرماج، هذيك هي الملوحية تاع الصح صراحة بصح جابنين، غير شوية مالح ماشي زعما مالح بزاف. وجربوا بوراك ولا لي سوفلي، رانا وصلنا للتشهد الأخير، أنا ديما نحب البوراك مع الأذان، ولا يكون يأذن وأنا نقلي، دوك راه أذن وهنا نقلي فيه، ديجا قليت كما راكم تشوفوا، وهذا الجواز تاع الشفلور بجوانح تاع الدجاج، وهذه السلطة الشربات التمر مع اللبن، وبيان سور التحلية الرائعة هذه تحلية السعادة، والشوربة نقولكم صحة شريبتكم. وهذه هي، دوك نوري لكم الطاولة النهائية وهانتوما معايا. المهم كما راكم تشوفوا هذه هي الطاوله النهائيه، هذا هذاك الجواز تاع الشيفلور بجوانح تاع الدجاج، وهذيك السلطه البوراك، البن مع الرايب قلت البن مع الرايب، البن مع التمر عفوا، المطلوع الشوربه والتحليه. دوك نفطروا على بركه الله، ونقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على حسن الاصغاء والمتابعه وعلى الدعم، والى اللقاء.